عشان نضيف الدورز الويندوز والفرنتشر راح نستخدم هذه الكوماندز اللي موجودة هنا. في البداية راح نبدي مع الدورز، راح أسوي كليك هنا على دور، راح أسكر هذه الويندو. لما أفتح الدور عندي هنا الأوبشن في البروبرتيز إني أختار التايب اللي أبي. حاليا عندي تايب واحد بس في الملف مع مقاسات مختلفة. عشان أضيف أنواع زيادة من الدور أقدر أختار Model in Place أو Load Family. فأنا راح أسوي Load Family حق ملفات جاهزة، Model in Place راح نتطرق له في فيديوهات ثانية. فراح أسوي كليك على Load Family راح يفتح لي هذه الويندو، ومن هذه الويندو راح أروح حق Libraries English and then UK Files، وهني راح ألاقي Folder للدورز. في عندي أكثر من نوع من الدورز، عندي Internal Doors, External Doors وغيره. راح أختار النوع المناسب، مثلاً راح أخذ هذا النوع وراح أخذ مثلاً هذا النوع. هسوي كليك على Open وهذا الأنواع اللي اخترتها كلها راح تنضاف عندي. فصار عندي هذه Type وفي مقاسات أكثر من Type تحته، هذا النوع وفي له أكثر من Type والنوع الأساسي اللي كان موجود. أول شغلة راح أسويها راح أختار النوع اللي أبي، بعدين راح أروح حق Edit Type Duplicate وراح أضيف نوع جديد. فرضاً راح أسوي الباب هذه عبارة عن مثلاً 2000 × 3000 فسميته. بعدين راح أسوي كليك على Preview عشان أشوف أي أشياء قاعدة أغيرها. بما أن هذه باب واحد فالاسم هذه ما راح ينفع، فراح أغيره حق مثلاً 1000 × 2500. طبعاً هذه مجرد اسم، عشان أضيف أو أعدل المقاسات راح أعدلها من الparameters. الباراميترز عندي هني حق كل فاميلي راح تكون شوي مختلفة عن الثانية، لكن كلهم يشملون نفس الفكرة. عندي مثلا الماتيريالز والفينيشز، فأقدر أغير الماتيريال للباب، أقدر أغير ماتيريال الجلاس، الفريم، الدور، البيدينج والأرشيتراف. فعندي كل هذه الكاتيجوريز، مثلا راح أروح حق الفريم أو الدور مثلا وراح أغير الماتيريال من هنا. خلينا نفترض أني راح أسوي سيرش حق وود، ومن هنا راح اختار الماتيريال اللي ابي. فمثلا راح اختار وود بلانكس، فراح يتغير عندي هذه الماتيريال لما اضيفها على السين. عندي هنا دايمنشنز واقدر اغير منها كل شيء يتعلق في الباب. حاليا كل اللي راح اغيره هو الرف ويدث، فراح اختار مثلا متر، وبالنسبه الى الهايت راح احدد اني ابي يكون 2500. وممكن طبعا نتحكم بكل هذه الاشياء الثانيه. عندي الـ Analytical Properties، الـ Identity Data والـ IFC Parameters اللي ما أقدر أتحكم فيهم، من ضمنها الـ Type Mark للدور، الـ Cost، الـ Fire Rating وغيرها. إذا ضفت كل هذه المعلومات من البداية راح يسهل لي الـ Scheduling بعدين. اخترت النوع، عدلتها للمقاسات، وحالياً راح أختار الـ Wall اللي أبي أضيف فيه الدور. فمجرد ما أضيفه أقدر أغير الاتجاه على حسب الاتجاه اللي أبيه، ونفس الشيء بالنسبة حق يفتح على برا أو على داخل. بالنسبة للنوع الثاني مثلا نفس الطريقة، راح أختار النوع، بعدها راح أروح حق Edit Type. إذا أبي أسوي نوع جديد راح أسوي Duplicate، وإذا أبي أعدل على Type نفسه ممكن أني أعدل عليه Directly. فراح أروح أغير الـ Width إلى مثلا 2000 عشان يكون كل واحد فيهم 1000، الارتفاع راح أخليه 2500. أوكي، وصار عندي هذا النوع جاهز اني اخليه في اي وول ابي. فمثلا راح اضيفه في هذه المنطقه. طبعا مثل اي اوبجكت اقدر اختار الوول والدور، واقدر احدد المسافه اللي ابيها هني. فمثلا راح اخلي المسافه 1000، اقدر اغير الاتجاه، واقدر اسوي له كوبي سيميلر عشان او كرييت سيميلر عشان احطه في اماكن ثانيه. فعندي هذه الاوبشن هني كرييت سيميلر، اختار الباب وبعدين أختار Create Similar وأبدي أحطها في الأماكن اللي أبيها. عندي أيضاً طبعاً راح نشوفها هنا في 3D، وهذه بالنسبة للماتيريال اللي غيرناه للباب واضح هنا. إذا أبي أغير ارتفاع الباب أقدر أختار الباب وأغير Properties من هنا. فعندي Cell Height مثلاً ممكن أضيف 300 إذا راح أضيف أي 2 steps قدام الباب، فأقدر أغير ارتفاعه. أقدر أغير الليفل، فلو اخترت هذه الباب راح أغيرها حق First Floor Level، فراح ألاحظ إنه راح يتغير عندي لفوق. أرجع مرة ثانية أختار الباب وأغير الليفل إلى الليفل اللي أبي، فراح أختار First Floor Apply.
طبعا في عندي مشكلة ان عندما ارفع الفيرست فلور ما عندي وول بنفس الموازاة فما راح ينفع. اذا ابي اسوي له كوبي للطابق الاول راح اسوي كوبي تو كليب بورد بيست الاين تو سيلكتد ليفلز واختار الليفل اللي بهذه الطريقة راح ينحط عندي على الطابق الاول في الوول الموجودة، لان هذه الباب حاليا موجود او مرتبط بالوول اللي في الطابق الارضي، وهذه الوول ما لها اي امتداد الى فوق فما راح يقدر ينقله الا لو سويت كوبي للباب الى الطابق الاول. بنفس الطريقة اقدر اني اضيف ويندوز، فراح اختار ويندو او دبليو ان، بعدين راح اروح حق لود فاميلي، ارجع للفولدرز اللايبراري فولدرز يوكي، وبعدين راح اروح حق ويندوز واختار نوع الويندو اللي ابيه. فراح اضيف مثلا هذا الويندو كنترول، راح اضيف خلينا نفرض مثلا ريكتانجلر بهالطريقة، كنترول بنت روف لايت، وغيرها. فراح اضيف كل هذه الويندوز. لما اختار الويندو نوع الويندو اللي ابي اقدر اعدل على مقاساته، وبعدها اقدر اضيفه في المكان اللي ابي. فمثلا هنا راح اضيفه بهاي الطريقة. اقدر اختار الويندو نفسها واعدل السيل هايت على الارتفاع اللي ابي بهاي الطريقة. اقدر اسوي edit في التايب واحدد من الاساس قبل لا بدي احطها في الملف، اقدر احدد المقاسات او اعدلها من هنا، ويكون عندي مثلا الارتفاع حق السيل هايت محدد من الاساس. طبعا هذه الاوبشن يعتمد هل هو موجود في هذه الويندو او مو موجود. عندي مثلا في هذه الويندو الاساسيه اللي موجوده فيكست، اذا اخترت هذه النوع مثلا ورحت حق edit type اقدر اتحكم في الديفولت سيل هايت، فراح احدد انه باي ديفولت ابي سيل هايت يكون 500. فلما ابدي احط هذه الويندو في اي مكان في البلان، again WN عشان افتح الويندوز واختار نفس النوع اللي عدلته، ولما بدي اخليها في البلان اوتوماتيكلي راح يكون الارتفاع عندي 500، ما احتاج ان كل مره اعدل السيل هايت. هذه اذا كان السيل هايت ثابت، لكن لو حابه اغيره اقدر اغيره من البروبرتيز. فعندي هذه الويندو نفس الفكره، اقدر اني اضيفها بهذه الطريقه. في عندي روف ويندوز اقدر اني اضيفهم، طبعا ما اقدر اغير نوع الويندو هذه الى روف ويندو، فراح افتح الويندو كمان مره ثانيه اغير النوع روف ويندوز، وبعدها اقدر اني اضيفها بس على الروفز لان هذا النوع مخصص للروف، فراح يفتح لي الويندو بهذه الطريقه. بالنسبه للاوبننجز اذا ابي اضيف اي اوبننج هنا راح اروح حق دورز، ومن الدورز راح اروح حق لود فاميلي، ارجع حق فولدر الدورز، ومن هنا راح اروح حق هذا الفولدر وابدي اختار الاوبننجز. اذا مو موجودين عندي في هذا الفولدر برجع باك باختار structural، وبعدين راح الاقي door opening. لما اسوي له open راح يعطيني هذه الاوبشن، واقدر اضيفه في اي وول عندي عشان يسوي لي opening بهذه الطريقة. هذه الاوبننج نفس الشيء اقدر اتحكم فيها عن طريق edit type duplicate واسميه بالاسم اللي ابيه، وبعدها اغير المقاسات، فراح اخليها مثلا 2000 × 2500. ممكن اني اتحكم في الوث، فممكن اسوي الوث مثلا 100 اوكي، وراح الاحظ ان الاوبننج راح تصير عندي بهذه الطريقه. طبعا الاوبننج ماخذه وث الوول، فحتى لو غيرت الوث راح تمشي على الوول. ونقدر نتحكم في السيل هايت، راح ارجع اسوي لها سيلكت، اقدر اتحكم في السيل هايت واحدد الارتفاع اللي ابيه بهذه الطريقه. الشغلة الرابعة اللي راح أضيفها في المكان هي عبارة عن components. بالنسبة للcomponents عندي place a component وعندي model in place. حق هذه الفيديو راح أضيف place a component، أما model in place راح أشرحها في الفيديو القادم. لما أختار place a component نفس الطريقة راح أسوي load family وأختار نوع الcomponent اللي أبيها. طبعا اللايبراري هني فيها أنواع وايد، مثلا ممكن أروح حق الفرنتشر، من الفرنتشر اقدر اختار مثلا عندي بيانو هني، عندي بيتس، واقدر اختار النوع اللي ابي. لما اسوي كليك على اوبن راح يفتح واقدر اخليه في المنطقه اللي ابيها. فمثلا راح اخليه في هذه المنطقه فصار عندي البيت، ممكن نشوفها من هني بهذه الطريقه، البيت صار موجود داخل. واذا ابي اعدل اي شيء اقدر اسوي edit to family
أو edit the type على حسب المعلومات اللي أبغى أغيرها. فلما سويت edit type طبعاً كل family تعتمد على طريقة creation مالها وشنو الأوبشنز اللي تكون متوفرة عادة للتغيير. في هذا البد أقدر أغير material deck، أقدر أغير material الماترس، وأقدر أغير length والwidth. فمثلاً راح أخلي length مترين وراح أخلي الwidth 1.8 متر، فراح يتغير عندي البد أو مقاسات البد راح تتغير بهذه الطريقة. أقدر أغير الديفولت إليفيشن على حسب اللي أبي، وبعد ما أخلي البد أقدر أغير الإليفيشن من هني بعد نفس الفكرة، وأقدر أغير طبعاً اللوكيشن نفس أي أوبجكت ثاني. هذه بالنسبة للفاميليز اللي موجودة عندي في اللايبرري. طبعاً أقدر أنزل فاميليز من مواقع مختلفة، راح أجرب معاكم موقع BIM Objects. فهذه هو الموقع، لما أفتحه أحتاج أني أسجل في الموقع. بعد ما أسجل أقدر أسوي سيرج حيث الأشياء اللي أبيها. مثلاً راح أختار هذه الأوبجكت، ولما أروح حق داونلود راح يعطيني الخيار حق أختار نوع الملف اللي أبي. سوري، راح أشيل السلكشن على الكل بما أني أنا أحتاج الربط بس، فراح أختار ربط فايل وأتأكد من الملف اللي راح ينزل. فأنا أبي RFA اللي هي الفاميلي، فراح أشيل باقي الأنواع. طبعاً إذا أبي أستخدم باقي الأنواع الملفات أقدر أنزلها. أنا حالياً راح أستخدم هذه النوع بس، مسوي داونلود حق السلكشن وراح ينزل عندي as an archive file. راح أسوي له سيف، وبعد ما يصير سيف راح أروح أفتح الفولدر. بعض البلوكس راح تنزل ك RFA اللي هما فاميليز، بعضهم راح ينزلون as an archive file إذا كان archive. مهم أني أسوي right click و extract. بعد ما أسوي له extract راح يكون عندي فولدر بهاي الطريقة، وداخل هذه الفولدر في عندي ال ريفت فاميلي فايل، عندي AutoCAD drawer، SketchUp و another AutoCAD drawing. anyways شلون أدخلهم داخل الريفت؟ راح أروح حق component، place a component، load family، وأروح حق الفولدر اللي أو الفولدرز اللي نزلتهم. فعندي هذه الفولدرز مثلا من الأشياء اللي نزلتها، فراح أختار كل هذولا وأسوي لهم open. راح يبدي يسوي upgrade للموديل ويدخله عندي في الملف. بعد ما صاروا upgrade راح ألاقيهم موجودين هني. هذه أول واحد من الفاميليز، فممكن أضيفه بهذه الطريقة. راح أختار نوع ثاني، أختار هذا النوع وراح أضيفه مثلا هني، وراح أختار نوع ثالث مثلا هذه السوفة وراح أضيفها بهذه الطريقة. وأقدر أتحكم بكل هذه الأمور عن طريق edit type وأعدل أي شيء أقدر أعدله. فهني أقدر أغير الفابريك وأقدر أغير الماتيريال الثاني اللي هو البلايوود، وأقدر أعدل هذه الأمور المعلومات اللي ممكن أني أضيفها، لكن ما أقدر أغير أي شيء في المقاسات ما عدا الإليفيشن أو ارتفاع الأوبجكت. طبعاً أقدر أستخدم الروتيت مثلاً، وراح أسوي روتيت بهالطريقة. راح أسوي روتيت حق هذه الأوبجكت، راح أسوي له كوبي. بالنسبة للموديفاينج تولز في لهم فيديو مخصص على الشانل، تقدرون تشوفون الفيديو عشان تتعرفون على كل هذه التول. فراح أسوي موف حق هذه القطع، راح أخليها هنا مثلا. راح أسوي موف حق هذه السوفة هنا وهذه السوفة الثانية بهالطريقة، وبدي أرتب المكان على حسب اللي أبي عشان أشوفهم في الـ 3D. في عندي أكثر من طريقة، طبعا احنا تكلمنا من قبل عن السكشن بوكس، لما يفتح أقدر أني أتحكم فيه وأقص المكان بالطريقة اللي تناسبني عشان أشوف الأوبجكت اللي ضفتها. في شغلة ثانية نقدر أن احنا نسويها، أقدر أختار الأوبجكت وبعدين أروح حق View وأختار Selection Box أو أكتب على الكيبورد BX، وهاي الشيء راح يفتح لي هذا الأوبجكت في 3D مع Section Box جاهز على الأوبجكت نفسه. وإذا أبي أكبر Section Box أقدر أكبره بالمساحة اللي أبيها. وهذا الشيء ينطبق على أكثر من أوبجكت مو بس على الفرنتشر. بقدر أختار هذه الويندو بنفس الفكرة BX، وراح يفتح لي الويندو دايركت عشان أشوفها بهذه الطريقة. بس أخلص راح أشيل السلكشن بوكس خلاص وأكمل شغلي بالطريقة المعتادة.